الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يأخذ كتاب التفسير الميسر وكتاب المختصر في التفسير أحكام المصحف في مسه بطهارة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل المشتبهة هي اعتماد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ونعتمد فيها القاعدة النبوية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا اتقاء المتشابهات وترك ما فيه ريب إلى ما لا ريب فيه ينبغي اعتماده والعمل به في مثل هذه الأمور التي يختلط حلالها بحرامها ويزيد فيها جانب الاشتباه ويتجاذبها جانب الحل أو التحريم، وهو من باب سد الذرائع والاحتياط للدين. إذا علم هذا فليعلم أن كتب التفسير تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون كلام الله عز وجل أكثر من كلام المفسر، بمعنى أن المفسر لا يهتم بتفسير كل آية على حدة، ولا يفسر جميع ألفاظ القرآن، ولا ينقل الأقوال، ولا ينقل خلاف العلماء، ولا ينقل الترجيح ولا أوجه الترجيح، وإنما قصاراه أن يفسر لفظة أو لفظتين من صفحة كاملة، أو يفسر آية أو آيتين من وجه كامل. فإن هذا التفسير الذي دمج مع القرآن بهذا الاعتبار لا يخرج هذا عن كونه مصحفا، وهذا أمر متيقن عندنا ولا شك فيه ولا اضطراب. فإذا كان كلام المفسر قليلا جدا، إنما هو بعض الكلمات على بعض الآيات أو بعض التوضيحات لمعاني بعض الألفاظ القرآنية قد وضعت على هامش المصحف من هاهنا وهاهنا، وإلا فورقة المصحف على ما هي عليه، فإن هذا الكتاب لا جرم أنه مصحف لا يجوز مسه إلا على طهارة. وهذا القسم لا شك عندنا فيه ولله الحمد. والقسم الثاني أن يكون كلام المفسر أكثر بكثير من الآيات وكلام الله عز وجل، بمعنى أنه يأتي بآية ثم يعقبها بكلام طويل، ثم ينتقل إلى آية أخرى فيعقبها بكلام طويل، بحيث أن صورة المصحف ليست موجودة في تفسيره، كتفسير الإمام ابن كثير مثلا، أو تفسير الإمام بن جرير الطبري، أو تفسير الشيخ بن سعدي مثلا. فإن هذه التفاسير لا جرم أنها تأخذ حكم التفسير، يعني حكم كتب العلم، فليست مصحفا فيجوز لغير المتطهر أن يمسها. وهذا القسم الثاني أيضا لا شك عندنا فيه. ولكن يبقى عندنا القسم الثالث، وهو وجود الاختلاط، فلا ندري أيهما أكثر، أكلام المفسر أم ألفاظ القرآن. فحينئذ هذا النوع من التفاسير الذي طبع على هذه السجية، بمعنى أن كلام المفسر في الحواشي كثير جدا، ومع ذلك فورقة المصحف على ما هي عليه لا يتخللها شيء من كلام المفسرين، فتتابع الآيات على ما هي عليه كأنك ترى ورقة مصحف، لكن كلام المفسر عن يمينها وشمالها، فهذا مما تقوى فيه الشبهة، والأسلم عندي والأحوط للدين أن لا يمسه الإنسان إلا على طهارة، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تجاذب الحل والحرمة فإننا نغلب جانب التحريم من باب الاحتياط، والاحتياط في مثل هذه المسائل أمر مطلوب. فإذا خلاصة الكلام أن كتب التفسير ليست على درجة واحدة، فإن كان كلام المفسر فيها قليلا جدا وورقة المصحف على ما هي فهي تأخذ حكم المصحف، وإن كان كلام المفسر يتخلل الآيات وهو كلام كثير ربما تقطع الصفحات الطويلة قبل أن تأتيك الآية الثانية، فلا جرم أن هذا ليس بمصحف. الأمر الثالث: مصاحفه قد زادت فيها الشبهة، ويعني خفي فيها الترجيح بين كلام المفسر أو ألفاظ القرآن،
فهذا من باب أولى، من باب أولى أن لا نمسها. هذا بالنسبة للتأصيل. وأما التفاسير التي سأل عنها السائل وهي التفسير الميسر والمختصر في التفسير، فأنا أرى والله أعلم، والله أعلم أنها من جملة المصاحف، فلا يمسها الإنسان إلا على طهارة، لأن كلام المفسر فيها قليل جدا، وورقة المصحف على ما هي عليه لا يتخللها كلام المفسرين، والله أعلم.